السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم يا شباب بالحلقه الثالثه من لعبه فيفا 19 طور المهنه. لو تشوفوا قبل ما نبدا اضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وخلونا نبدا حلقتنا يا شباب بسم الله. طيب شباب، كالعاده في البدايه خلونا نروح نشوف جدولنا. اليوم عندنا مباراه جدا قويه وجدا مهمه. اول مباراه يا شباب راح تكون ضد ختاف، راح تسوي لها محاكاه. بعدين يا شباب اول مباراه راح نلعبها راح تكون ضد ريال سوسيداد. بعدين ملقا يا شباب راح تكون محاكاة. بعدين راح نلعب روما. بعدين ديفورتيفو محاكاة يا شباب. والافيس محاكاة. وراح نختم حلقتنا يا شباب لقاء باير ليفركوزن بدوري ابطال اوروبا. فزي ما انتم شايفين يا شباب اليوم عندنا لقاءين بدوري ابطال اوروبا او لقاء بالدوري. فصراحة يا شباب لازم الفوز ولا شيء غير الفوز. مركزنا بالدوري احنا يا شباب الخامس. بس لكن كل اللي فوقنا لعبوا شايفين 5 مباريات. والفرق يعني مو مره كبير. والحمد لله يعني احنا الى الان تقريبا يا شباب بالسليم. ان شاء الله يعني لما راح نباري البرشا والريال يعني قدام بالموسم باذن الله راح نهزمهم. وراح نتصدر الدوري باذن الله. دحين يا شباب راح يكون في اللي هو ختافي، وراح نسوي له محاكاه. يلا فوز ان شاء الله. احسن صراحه اخر محاكاه سويتها اظن كان ضد جيرونا، كانت هزيمه باذن الله. هذه فوز. تعادل. تعادل وبن عطيه انصاب. يلا يلا تعادل ولانه هزيمه. طيب الحين شباب راح يكون عند ريال سوسيدات. ريال سوسيدات يا شباب مركز 13 زي ما انتم شايفين. احنا مركزنا لساته الخامس. فارق 6 نقاط عن المتصدر. بس باذن الله هذه المباراه يا شباب راح نفوز، وراح ان شاء الله نقرب للمتصدر. بالنسبة للتشكيلة يا شباب، التشكيلة زي ما هي. مبابي يا شباب في منكم قالوا لي خلي مبابي اساسي، في منكم يا شباب قال لي لا خلي محمد صلاح. فصراحة يعني انا راح اخليها تقريبا مباراة مبابي ومباراة محمد صلاح. وعندنا اصابة يا شباب هنا، مهدي بن عطية مصاب، راح اللاعب اللي هو فان ديك. وولكر راح نحط والله صراحة يا شباب هذا مرة مبدع البرتغالي، بس خلينا نريح هذه المباراة ونحط وولكر. هازارد راح يكون هنا، دي براون وكانتي وديبالا وكريستيانو وتمندي. كانه عنده ارهاق بسيط بس اظن ما عندي قلب غيره. والله في سافج يا شباب، خلونا نلعب سافج. خلاص ايوه كذا تمام يا شباب. فخلونا دحين ننطلق على بركة الله لأول مبارياتنا يا شباب، وإن شاء الله إننا فايزين. طبعا المباراة يا شباب راح تكون على أرض ريال سوسيدات، راح يلعبوا هما بالأزرق. والله تقريبا كل الألوان متشابهة. ريال سوسيدات لازم تلعب كذا. أوكي كذا متشابهة. فخلاص إن شاء الله كذا التشكيلة تمام يا شباب، وبإذن الله إننا فايزين. زي ما أنتم شايفين يا شباب المباراة راح تكون على أرض ريال سوسيدات. هذا ملعبه صراحة، ملعبه جدا جميل. اعتقد انه الفيفا 18 يا شباب ما كان في ملعب ريال سوسيداد، فحطوه فيفا 19. فصراحة يا شباب الملعب مرة جميل، وشايفين كيف كبير، وباذن الله راح نقدر عليهم ان شاء الله يا شباب اننا فايزين. انتبه انتبه من الهجمة ذي. اوكي كورن لهم، الله يستر. تعال تعال دي براون هنا، يلا يا رجال تنشال. يا سلام عليك يا فان ديك. يا مبابي هيا لو بيجي هدف بيجي من عندك. واحد برا هيا دي براون، يا بطل يا دي براون، الله عليك يا بطل. هو ذا اللي نبيه يا شيخ من بدري جول. والله يا شباب ما شاء الله مبابي مره مو طبيعي، يعني اللاعب مره سريع. يا هازارد، كريستيانو كريستيانو على القائمة الأخيرة. هازارد، لا يا هازارد ايش الأوفر ذا؟ والله كأنها كانت رضية يا شباب، بس لكنها كانت فوق. اوكي اوكي الكرة لسه معانا الحمد لله. أيوه نطبخ الهدف رجال. أوه يا ساتر يا ساتر، كنت خلاص بفرد كانتي. والله لازم يجي الثاني يا شباب، ثاني مرة لازم يجي. أيوه هازارد من هنا تجيب. الله عليك يا هازارد يا شيخ وعلى الهدف النظيف. انتبه انتبه، هو الهجمه بعد الجول رجال، انتبه. لا 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 شبك اندفعت كذا. تنشال مندي، شيل، الحمد لله تمام.
مبابي، هيا هيا مبابي ما يجيبوك بطل، روح روح التسارع عندك 99 ما شاء الله، روح الدون او هازارد. يا سلام عليك يا هازارد، الحمد لله ثلاثة، نتيجة جدا مريحة. انتبه انتبه من الهجمة ذي عندك، يا سلام عليك او بلاك، ايش فيه يا حكم حرام عليك، صدقوني يا شباب ما ضغطت ولا شيء، بل انت كيف ما تدري ايش سويت يا مندي، لا حول ولا قوة الا بالله. هيا هيا باذن الله مصدودة يا بلاك، تصدها ان شاء الله. يا سلام عليك يا شيخ، شكرا. اخر هجمة، اخر هجمة، انتبه انتبه يا شباب، اخر هجمة، شيل شيل. الحمد لله يا شباب، هذه اول مباراة وفزنا فيها، زي ما شفت يا شباب اول مباراة الحمد لله كانت فوز، الحمد لله شباب فزنا يعني بنتيجة يعني كبيرة. ومركزنا دحين يا شباب للساعات الخامس، وانا شايف جيرونا شادد حيله يعني مركز الرابع. بس لكن يا شباب يعني مو فريق كبير، كلنا تقريبا قريبين من بعض، وان شاء الله يا شباب باذن الله راح نتصدر. دحين يا شباب راح يكون عندنا ملقى، ملقى لازم عاد اسوي له محاكاه يا شباب، خلونا نشوف مركزه، ملقى قبل الاخير فلازم يا شباب اسوي له محاكاه وان شاء الله فوز. هيا عاد يا شباب ملقى قبل الاخير عاد، هيا فوز ان شاء الله، روقونا. هي الحمد لله 3-0 وولكر يا شباب انطرد، يعني ما راح يلعب المباراه القادمه. دحين يا شباب روما، دحين يا شباب راح يكون عندها روما، روما بريناه يا شباب كاس السوبر، صراحة يعني ما كان سهل، إلى الآن يا شباب لعبنا بس مباراة واحدة الحمد لله كانت فوز، وروما كمان باين إنه فاز على باير ليفركوزن، فلازم دحين نفوز عليه يا شباب عشان يعني بإذن الله نتأهل للدور الثاني ونتصدر مجموعتنا بإذن الله. دحين روما يا شباب الحين راح نلعب بالأحمر، هم راح يلعبوا بالأصفر. محمد صلاح يا شباب طبعا راح ألعبه أساسي، مع أنه مبابي والله يا شباب يعني كان خيال يعني اللاعب، يعني شوفوا كم سرعته يا شباب، سرعة يعني مبابي 99 والتسارع 99، يعني صراحة يا شباب اللاعب مرة ما هو طبيعي. بس لكن يعني محمد صلاح يعني لازم كمان يلعب، يعني حتى هو 89، وراح كمان أحط جريزمان يا شباب أساسي بدي المباراة. وبس كذا يا شباب ان شاء الله تشكيلة تمام. لا 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 باين باقي هذا يا شباب سافج، لازم اغيره ولاعب بنعطيه، المشكلة لسات اظن مصاب، راح احط اللي هو اوتمندي، راح اجيب الظهير ذا والعبه مكان ولكر. اوكي كذا تمام، فخلونا نطلق على بركة الله شباب مباراتنا الثانية باذن الله اننا فايزين. المباراة على ارضنا شباب راح تكون، لازم الفوز ولا شيء غير الفوز، صراحة شباب عندي جدا مهمة يعني انه لازم تصدر مجموعتك، عشان صراحة يعني إذا تصدرت المجموعة راح تروح الدور الثاني بإذن الله وأنت مرتاح، وتقابل فريق يعني جاب المركز الثاني، فصدقوني يا شباب يعني أغلب الأوقات يعني يكون فريق يعني لك عليه تقدر تفوز عليه بإذن الله بسهولة. الحين روما بإذن الله يا شباب إننا فايزين، روح الدون يا سلام عليك. قرب 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 جريزمان، هازارد هازارد لحاله، يا هازارد تجيب، يا ساتر تكمل، يا سلام عليك محمد صلاح يا بطل، الحمد لله شباب هذا الهدف الاول وجاه. هازارد هازارد فاضي، يا سلام عليك هازارد كويه، يا الله لا تجد جول، ان شاء الله تجمد جول. جريزمان جريزمان السلام جريزمان، شوت الله عليك يا جريزمان يا بطل، الحمد لله اثنين ليه في سايد، يا الله انا اشوفهم سابوني كذا ما حد خش علي. يلا يلا حلو باذن الله، جاي الثاني يا رونالدو كوي من هنا، الله عليك يا رونالدو اكوي يا شيخ كوي، والله يا شوته مره طيبه، يا سلام افنديك يا شيخ يلعب بعيد، والله مدافع يا شباب ما شاء الله، روح حي ابو صلاح، حي ابو صلاح تجيبها يا ابو صلاح، لا يا تريكوت شوي تجيبه، يا
هدف يا سلام عليك، هذا مين ذا؟ اظنه ديبالا. يا سلام عليك ديبالا، تمام الحمد لله. ثلاثة يا شباب، نتيجة مريحة بإذن الله اننا فايزين خلاص. انتبه انتبه، خرجنا من المباراة. تنشال مندي، يا سلام عليك، لسه خطيرة. لا والله كانت مرتدة صراحة، يعني مرة جامدة. لا والله ما ابغاها هنا، كانت حرام عليك. يلا يلا الحمد لله فزنا يا شباب بإذن الله خلاص، يعني إن شاء الله راح نصدر مجموعتنا. طيب يا شباب دحين راح يكون عندنا اللي هو تيفورتيفو. صراحة الفريق ده خلونا نشوف كم مركزه. يا ساتر 17. لا لا راح نسوي له محاكاة بس، لكن احنا يا شباب مركزنا دحين الثالث. زي ما انتم شايفين يا شباب الثالث، فوقنا بس الريال والبرشا، فارق ما هو كبير. وان شاء الله يا شباب باذن الله راح نسوي دحين تيفورتيفو محاكاة باذن الله راح نفوز. الله ما ادري من انصاب، اظن ولكر عنده كرت عشان يرجع الفوز ان شاء الله. مباراة خارج ارضنا ان شاء الله فوز. يا ساتر استر يا شباب، الفريق يعني بالاخير وهزمنا. والله سقوها هي بالمحاكاة، يعني انا لعبتي اقوى وافضل، خسارة صراحة يعني. طيب دحين كمان على فيس يا شباب راح نسوي له محاكاة. صراحة يا شباب انا مضطر ان اسوي لهم دول كلهم محاكاة عشان نشوف يعني الحلقة دي. انا ما ادري ليه جايبين لي كل الفرق اللي تحت، شوفوا على فيس مركز 16، فاكيد يعني راح نسوي له محاكاة. بس ان شاء الله يعني راح تكون الاخيرة، عشان اكيد المباراة الجاية كلها راح تكون صعبة. هيا باذن الله فوز، مو معقول عاد هزيمتين ورا بعض. الله رجال فوز، يا السلام عليكم، هو ذا اللي نبيه. 2-1 يا شباب الحمد لله فزنا. دحين كمان يا شباب راح تكون عندنا مباراة بدوري ابطال اوروبا، وراح تكون يا شباب اخر مباراة بحلقتنا. احنا الحمد لله يا شباب متصدرين، لعب المباراتين كلها فوز. خلاص يعني 6 نقاط، نفوز هذه المباراة على باير ليفركوزن. خلاص يعني يا شباب نقرب من دور 16 يعني بشكل كبير، ونكون باذن الله خلاص احنا راح نتصدر مجموعتنا. دحين شباب باير ليفركوزن المباراه راح تكون على ارضه، راح هو يلعب بالاسود والاحمر، احنا راح نلعب بالسماوي. التشكيله يا شباب راح اخلي مبابي اساسي، راح اخلي ولكر اساسي، والمدافع اذا سافج راح اغيره، راح احط اللي هو اوتمندي ومهدي بن عطيه، اظن شباب اصابته مطوله. فخلاص كده التشكيله ان شاء الله تمام يا شباب، خلونا ننطلق على اخر مبارياتنا وباذن الله يا شباب اننا فايزين. هي الدون، هي الدون، اشرد الدون انت اسرع. يا السلام عليك جبتها، هي كوي كمل مبابي. الله عليك يا بطل، الحمد لله يا شباب من بدري جا الجول. انتبه انتبه، اول هجمه بعد الجول مره من غير بلنتي. مع الدون، هيا الدون شردت يا بطل، هيا يا الدون، هيا. لا من قال لي انقش، من قال لي انقش، ليتني شوت. يلا يلا باذن الله الدون اليوم اللي مسجل، باين عليه شباب انه بالفورمه. انتبه انتبه الجهه هناك، تشتين ان شاء الله. الله يستروه، وش ذا الكلام يا عبد السلام. الله هدف صراحه ملعوب. السلام عليك يا الدون، فضلي نفسك. هي الدور تجيب، الله عليك يا رونالدو على طول. مشي معي ديبالا، عندك ديبالا عندك، هيا رونالدو شرط، جيب الثالث يا رونالدو. يا سلام عليك يا بطل، لا 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 يشوت. يا سلام عليك يا بلاك، يا السلام عليك يا هازارد، وعلى باصك النظيف. يا الله لا تشات، لا لا انتبه انتبه لي شوت. يا السلام عندك بلاك، من هنا من هنا يا دبرون. يا الله حلو حلوة، هنا نقول انا دوبك نازل كوي، هنا نقول انا والله لو كانت بزاوية كانت ممكن جول. نزلها لنا يا رونالدو، شكرا. يا الله قدمت بزيادة، روح محمد صلاح، روح دوبك نازل، روح. هذه المرة عاد ما راح انقش، هذه المرة راح اكوي. يا الله
قريبة منك أبو صلاح، يا ساتر استر. الله ممكن يا شباب لفيت الهزاز بزيادة. أها صدها ابن الذين يا محمد صلاحية. سلام عليك رونالدو، شكرا يا شيخ على الباص الحلو. حد برا يا رجال، نفس رونالدو جيب الهاتريك، جيب الهاتريك. السلام عليك رونالدو، الله عليك يا بطل يا شيخ. قلت لكم يا شباب رونالدو باين على انه بالفورم اليوم. طيب يا شباب، والى هنا وصلنا نهايه حلقتنا. الله يعطيكم العافيه يا شباب على المشاهده. زي ما شفتوا شباب المباريات اليوم اللي لعبناها يعني كانت كلها فوز الحمد لله، ما عدا المباريات اللي سوينا لها محاكاه صراحه يعني خساره انهزمنا فيها. بس لكن ان شاء الله يا شباب يعني احنا راح نتصدر الدوري باذن الله راح نجيبه. الحلقه الجايه يا شباب راح يكون عندنا مدريد باذن الله، راح نطبخ طبخ ندي هزيمه محترمه وباذن الله نقرب من الصداره. طيب يا شباب كده وصلنا النهايه، اتمنى يا شباب انه كنت خفيف عليكم، اتمنى يا شباب انه الحلقه نالت اعجابكم، واذا نالت اعجابكم يا شباب ما تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب تدعموا اخوكم، وانا باذن الله يا شباب اشوفكم في الحلقات القادمه. في امان الله يا شباب، ام اوت، peace.